انتبهوا جميعا، انا قادم. انتبهوا. توقفوا. يا مسكين. انه بخير. علينا ان نجد حلا قبل ان يصاب احدنا بأذى. نحتاج إلى إشارات للسير، وربما إلى من يساعد في تنظيم السير. أنا أنظم السير. انظروا. هذا ممتاز. هيا جميعا لنصنع إشارات للسير ونضعها حول حلبة السباق كي نتدرب بأمان. كيف أستطيع الانزلاق حول حلبة السباق؟ الطريق آمنة؟ نعم، بهدوء وتوازن. انطلق يا رومبا دون تسرع. وانتبهوا كيف أسير. وأكون حذرا. أحسنت يا رومبا. شكرا، هذا مسلٍ، لكن ما زلت أتمنى أن تسمح لي روزي بركوب العربة. الأحمر يعني أنتقم، لكن لا شيء هنا. يجب أن تحذر، لا نريد أن تقع حوادث. وأنا الآن طائر السير، وعليك أن تفعل ما أقوله. شكراً يا بلبلة. هيا، الأخضر يعني انطلق. أخيراً. أولاً بلبلة، والآن إشارات السير هذه. قف! انطلق! تمهل! استدر! انطلق! أعني استدر! لا! مع كل هذه الإشارات تعقدت الأمور أكثر وصارت أخطر. طيور! منعطف! أظن ذلك يا روزي. أنا آسفة جداً، إنها غلطتي. كنت أطلب من الجميع أن ينتبهوا، لكنني أنا التي تسببت في الحادثة. لا تحزني يا روزي، لقد بذلت جهدك لتجعلي الوضع آمناً، وربما بالغت في ذلك قليلاً. أظن أنك على حق يا رومبا، ربما علينا أن نتخلص منها. ولكن ماذا عن عملي؟ أنا طائر سير بارع، صحيح؟ لقد اجتهدت يا بلبلة، ولكن كيف نجعل الوضع آمناً؟ حسناً، أنا تعلمت بعض الأفكار عندما تدربت على المزلاج. أتريدون أن أريكم؟ نعم، من فضلك. نعم. توقفوا جميعاً. ما الأمر يا رومبا؟ نتوقف عند طرف الممر ونتأكد أن الطريق خالية قبل أن نعبر. هذا للاحتياط. تفكير سليم يا رومبا. الوضع آمن يا رومبا، هل سنعبر الآن؟ نعم. انتبهي يا لين، هناك حفرة. شكراً يا رومبا، أنا كدت أقع.
أحسنت يا رومبا. يبدو أن علينا جميعاً أن ننتبه أكثر. تمهلي يا حبات البلوط، يجب أن تكوني حذرة أثناء عبور الناس. هل هذا يعني أنني لن أقود بسرعة؟ لا، علينا فقط أن نكون أكثر انتباهاً، وكذلك فإن الأسرع لا يفوز دائماً كما تعلم. ماذا تعني؟ هذا شيء علمتني إياه أرزا. حسناً، هل لديكم أي أسئلة؟ نعم، هل نتسابق الآن؟ ما رأيك يا رومبا؟ أجل، حان وقت السباق. حسناً جميعاً، الفائز بالسباق هو من يدخل إلى المتاهة ويرفع علم النصر عالياً. جاهزة يا بلبلة؟ استعدوا، تأهبوا. ابقي على طرف الحلبة يا بلبلة، الأمان أولا. هيا يا روزي، هيا يا رومبا، أسرع يا بيتون. أنا سأمر. هذا ما تعتقده. أحسنت عملاً يا رومبا. أرزا كانت محقاً، لا يجب أن أكون الأسرع لأفوز، كان يجب فقط أن أكون بأمان. الخيمة العجيبة. قدراتي البلبلية تخبرني أن البطاقة التي معك تحمل صورة تفاحة. كنت أعني موزة. حسناً، مسك ختام عرض بلبلة المبهر هو خدعة الإخفاء، لهذا أنا أحتاج لمتطوع. شكراً لكم. الآن أدخل غرفة الاختفاء السحرية. هذه خيمة كرز، أعطها لبلبلة. فعلت هذا؟ هذا لطيف، معك حق. أنا أرجو ألا يندم. هلا دخلت إلى الخيمة؟ حسناً. سأردد كلماتي البلبلية السحرية. شالملام. لا، ليست هذه. وكي وكي وكي. لا لا لا. يا لبو. ولا هذه. ها، أيمكن أن تسرعي؟ أنا جائع جدا. ركديزي. لا. تضيعين وقتنا، لن تستطيعي إخفاء رومبا. سأذهب لألعب. خذني معك. ربما عليك تذكر الكلمات المناسبة أولا يا بلبلة. هيا اخرج الآن يا رومبا. انتظروا. تذكرت الآن. نعم، إنها الكلمة كزعك الزوم. فلنرى. باب باب باب. مرحبا لقد اختفى. اختفى؟ أعني اختفى. واو. لا بأس. كيف فعلت هذا يا بلبلة؟ بالسحر. لكني لا أريد أن يرحل رومبا. يا لين، إنها مجرد لعبة. تعرف بلبلة كيف تعيد رومبا، صح يا بلبلة؟ بلبلة؟ مسكين يا رومبا. لا تقلقي يا لين، سنعيده إلينا.
رومبا رومبا باب خلفي. هاي يمكنني رؤية منزلي من هنا. أين سيذهب رومبا إذا فتح هذا الباب؟ ورأى المنزل من هنا. لقد عرفت. إيكي واكي واكابيو شوم بروم بروم بو. جرب الكلمة الأولى. رومبا 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 روزي كنت أعرف أنك ستكون هنا. أنا آسف لأنني تركت العرض. كنت جائعاً جداً وكانت بلبلة بطيئة جداً. حسناً لا بأس يا رومبا، لكن الأصدقاء قلقون عليك يظنون أن بلبلة أخفتك بالفعل. معقول؟ لذا علينا العودة وإخبارهم أنك بخير. لكن إذا عدنا بهذه الطريقة ستعرف بلبلة أنها لم تكن بإخفائي وأنها لا تملك قدرات عجيبة كما تظن. أنت محق. أنا لدي فكرة سترضي كل الأطراف. وقت عرض روزي ورومبا العجيب. جاهز يا رومبا؟ جاهز. يجب أن ينجح هذا. صارت قدراتك البلبلية خارقة يا بلبلة. خارقة جدا. إنهما في مكان ما. الدمى لا تتبخر أبدا. انظرا. يبدو أنها سلة طعام. واو. ما كل هذا الطعام؟ مهلا، رسالة. إنها لك يا بلبلة. ماذا؟ إذا أردت رؤيتنا اليوم قولي ألك لامك زاخ زازوم. لقد عدنا. كيف هذا؟ سحر بلبلة البلابل. أعرف لعبة مشابهة يمكن للجميع الاشتراك. هوهو لعبة إخفاء الطعام. يم يم. هوهو